فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم. عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فوكس. حلقتنا لليوم باش تكون على مرض التوحد. التوحد ولا الأوتيزم هو أحد الاضطرابات التابعة المجموعة من اضطرابات تظهر في سن الرضاعة قبل بلوغ الصغير 3 سنين. وبالرغم من اختلاف خطورة أعراض التوحد من حالة لأخرى، إلا أن جميع اضطرابات التوحد تأثر على قدرة الصغير على الاتصال مع المحيطين به وتطوير علاقات متبادلة معه. وضحت التقديرات أنه 6 من بين كل 1000 صغير في الولايات المتحدة يعانيوا من التوحد، وأنه عدد الحالات المشخصة من هذا الاضطراب في تزايد ملحوظ. بالرغم اللي ما ثميش وجود لعلاج مرض التوحد حتى الآن، إلا أنه العلاج المكثف والتشخيص المبكر يمكن أنه يحدث تغيير ملحوظ وجدي في حياة الصغار المصابين بالاضطراب هذا. الصغار المصابون بمرض التوحد يعانيوا أيضا وبصورة شبه مؤكدة من صعوبات في 3 مجالات تطورية أساسية، اللي هما العلاقات الاجتماعية المتبادلة، اللغة والسلوك. ثم جزء من الصغار بطيئين في اكتساب مهارات جديدة وآخرين عاديين، فيما ثم جزء آخر يتمتعوا بنسبة ذكاء عالية جدا، لكنهم عموما يعانيوا من مشاكل في الاتصال وفي تطبيق أمور تعلموها في حياتهم اليومية وفي التأقلم مع الأوضاع المختلفة. ومن أعراض مرض التوحد، نظرا لاختلاف علامات وأعراض مرض التوحد من مريض الآخر، فمن المرجح أن يتصرف كل واحد من زوز صغار مختلفين مع نفس التشخيص الطبي بطرق مختلفة، وأنه تكون عند كل واحد منهم مهارات مختلفة كلية. لكن حالات مرض التوحد شديدة الخطورة تتميز في غالبية الحالات بعدم القدرة المطلقة على التواصل أو على إقامة علاقات متبادلة مع أشخاص أخرين. تظهر أعراض التوحد عند أغلب الصغار في سن الرضاعة، بينما ثم صغار أخرين يتطوروا بصورة طبيعية تماما خلال الأشهر ولا الأعوام الأولى من حياتهم، لكنهم يصبحوا فجأة منغلقين على أنفسهم وإلا عدائيين ولا يفقدوا المهارات اللغوية اللي اكتسبوها حتى اللحظة هذيك. وبالرغم من أنه كل صغير يعاني من أعراض مرض التوحد ويظهر طباع وأنماط خاصة به، إلا أنه ثم أعراض هي الأكثر شيوعا لها النوع من الاضطراب. نلقاو اضطرابات في المهارات الاجتماعية، كما انه ما يستجيبش كي تناديه باسمه، وما ينجمش يغزر برشا وبطريقة مباشرة للمخاطب متاعو، ويرفض رفضا باتا العناق او حتى اللمس. نلقاو زادا مشاكل في المهارات اللغوية، يبدا في الكلام في سن متأخرة مقارنة بالصغار الاخرين، يفقد القدرة على نطق كلمات والا جمل معينة كان يعرفها في السابق، ويتحدث بصوت غريب والا نبرات وايقاعات مختلفة، ولا يتكلم باستعمال صوت غنائي ولا بصوت يشبه لصوت الانسان الالي. وبالنسبة للمشاكل السلوكية نلقاه يتحرك برشا ويكون شديد الحساسية بشكل مبالغ فيه للضوء ولا للصوت ولا لللمس، لكنه ما يحسش بالوجاية. اسباب مرض التوحد، اكتشف الباحثون وجود عدة جينات تنجم تكون عندها دور في التسبب بالتوحد، وبعضها يخلي الصغير أكثر عرضة للإصابة بالاضطراب، بينما يأثر بعضها الآخر على نمو الدماغ وتطوره وعلى طريقة اتصال الخلايا الدماغية ببعضها. ينجم يكون أي خلل وراثي في حد ذاته ووحده مسؤول على عدد من حالات التوحد، لكن يبدو في نظرة شمولية أنه للجينات بصفة عامة تأثير مركزي وحاسم على اضطراب التوحد. من مضاعفات مرض التوحد، عدم القدرة على النجاح في الدراسة، الانعزال الاجتماعي، وعدم القدرة على أنه يعيش مستقل. زاد نلقاو التوتر، الإيذاء، والتعامل بعنف. كيفاش نشخصوا مرض التوحد؟ يلزم معاينة الطبيب المختص للصغير، وإخضاع الصغير لعدة فحوصات واختبارات لتقييم القدرات الكلامية واللغوية، وفحص بعض الجوانب النفسية. وكانت هذه حلقتنا لليوم من فوكس. نتقابل إن شاء الله غدوة في حلقة وفي موضوع جديد. كنت معكم أروى غيث في الأعداد والتقديم، ومحمد قدح في الإخراج. فوكس. فوكس أخبار ومعلومات صحية كل يوم على الحياة أفهم.